السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بروفيشنالز معكم ريان في فيديو جديد. اليوم سنقدم لكم سعر ومواصفات اوبو اي 91. نبدا اول مع الشاشه اللي تاتي به 6.4 انش بدقه فول اتش دي بلس بكثافه بكسلات 411 بكسل لكل انش من نوع الاموليد. الكاميرات رباعيه، الاولى 48 ميجا بكسل والثانيه 8 ميجا بكسل بزاويه عريضه، والثالثه 2 ميجا بكسل مايكرو، والرابعه 2 ميجا بكسل مختصه بتطبيب الخلفيه. بفوت عدد الأسرع إلى 1.8 وتوي فيديو 4K 30 فريم ثانية مع فلاش دول LED وكاميرا أمامية 16 ميجا بكسل. بفوت عدد الأسرع 2 وتوي فيديو Full HD 30 فريم ثانية. معالج الهاتف هو ميديا تيك هيليو P70 أوكتا كور 2.1 جيجا هرتز 64 بت. معالج رسوميته هو ARM Mali G72 MP3. الرام 8 جيجا بايت بسلة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، إذا ما إضافة كارت SD ويعدم البصمة. بطارية الهاتف تأتي بحجم 4025 ميلي أمبير، لازم إزالة لازم الشحن السريع. وفي الأخير سعر هذا الهاتف هو 285 دولار، أي حوالي 5,200,000 ألف دينار جزائري. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا لايك الفيديو والاشتراك بالقناة ونشر الفيديو إلى أي شخص تاجه. وإلى لقاء أعزائي المشاهدين.